وصفتنا النهارده ان شاء الله طبق رز لذيذ وشاي، رز بالزعفران. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. نضيف معلقتين زيت، وهنضيف 50 جرام زبده، وهنضيف ربع كيلو رز، وهنضيف بصله متوسطه، وهنضيف نص جرام زعفران، وهنضيف ورقتين لورا، وهنضيف 3 حبات حبهان، وهنضيف 5 جرام كركم، وهنرش رشه ملح، وهنقلبه لغايه ما يتشوح ويسخن جامد، وهنضيف 40 جرام زبيب، وهنضيف 20 جرام فستق، وهنضيف 20 جرام عين جمل، ونقلب الرز كويس، وهنضيف كوبايتين شوربه. هنغطي الرز ونسيبه على نار هاديه لحد ما يستوي. ودلوقتي هنعمل زبيب محمر. هنضيف معلقه زيت وهننزل بالزبيب. وكده الرز بتاعنا استوى زي ما انتم شايفين في الفورمه بتاعتنا. بنضيف الزبيب المحمر وبنضيف المكسرات وهنضيف الرز عليه. وكانت وصفتنا النهارده مع الرز الاصفر بالزعفران والمكسرات لذيذه وشهيه، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم في الحلقات القادمه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.